يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة هتكون حلقة من ضمن الحلقات اللي احنا هنتابع فيها ونآزر فيها فريقنا الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي أهم تحدي بالنسبة للأهلي هذا الموسم واللي اشتغل عليه الفريق على مدار موسم كامل وسنة ميلادية كمان كاملة ويمكن أكتر علشان يوصلوا للمرحلة دي، مرحلة نهائي دوري أبطال أفريقيا. فبالتالي احنا موجودين في أهم جزء من الموسم، وهيكون الكلام كله على مدار الحلقات اللي جاية على كيفية تحفيز اللاعبين وكيفية مؤازرتهم وكيفية مؤازرة الجهاز الفني عشان بإذن الله يفرحوا كل الأهلاوية يوم 6/11 بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، اللي أكيد هي في كل الأحوال بطولة غاية في الصعوبة. فبالتالي الحلقة النهاردة هتكون من ضمن الحلقات المهمة، وهنتكلم فيها في أمور كتير جدا تحديدا فيما يتعلق بالنادي الأهلي، لكن الأهم دايما هو تواصلنا معاكم أو تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة اليوم، والسؤال بيتعلق بإيه هو أجمل أهداف الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. ابعتوا لنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وآخر فقرة في حلقة الترند هناخد تفاعلات حضراتكم. نشوف العنوان يلا. في ترند الأهلي، حظر إعلامي كامل في الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال. معلول جاهز للنهائي. وزير الرياضة، حضور الجماهير في نهائي أفريقيا من اختصاص الكاف. التفاصيل كلها هتكون بعد فاصل، استنوا.